قد يتوقف قطار الحب في محطة غير متوقعة. هيك أحسن من إنه العار يلحق العيلة. أنا قررت خلاص. والحب القديم. بس أنا ما بدي هيك حظ أبداً. في مواجهة مع التقاليد. بدها تهرب مع خادم البيت وتحط راسها بالوحل. أي طريق ستسلك لتصل إلى محطة لم يكن حبيبي؟ ابتداء من الأول من رمضان على MBC بوليوود.